مدينة الدال البيضاء مدينة كبيرة وحركية وغدا في نمو ديموغرافي وعمراني متسارع. مدينة كيعيش السكانها في أمن وأمان، إلا أنه كتعرف شوارع بين الفينة والأخرى بعد مظاهر الانحراف والتعنيف والاعتداء على المواطنين وخاصة النساء. المرأة ولات مستهدفة في الشارع بشكل ملفت من طرف مجرمين وجانحين اللي كيتربصوا النصف الآخر للرجل. هي قصص كثيرة غادي نعيشوا إحدى تفاصيل واحدة منها. فاطمة الزهراء اللي تعرضت للتعنيف والاعتداء والسرقة ومحاولة اغتصاب من طرف عصابة من المنحرفين، لكن التدخل البطولي للشاب زكي حال دون وصول المجرمين الجانحين لمرادهم. هي قصة من قصص التضحية والبطولة والشجاعة، بطلها زكي والطرف الآخر الضحية فاطمة الزهراء. لنتابع هذه القصة من برنامج الشجعان حكاية بطل. زكي انا من صغرك تنشوفو بخير سبورتيف، وحتى لي يعني اونتي بليا كما تنقولو حنا بالشعبيه، ما تيدي لا بليا لا والو، سبورتيف بقى غادي زوين، كمل الدراسه ديالو وما سهلش عليه الله في خدمه، طلح للدومين ديال المرصاد ديال هادشي ديال باكواج، وواحد الصديق ديالو اللهم لك الحمد، المهم مقاتل مع المعيشه وصافي. زكي ما تنتفاقش انا ويا زكي، ملي تنفيق تنتلاقاو في نفيق نعيط ليه مرصا، نهبطو للمرصا نطلعو من المرصا تنفطرو، طلعو معنا مقيلة ديال الحوت تنفطرو في المرصا، نطلعو نبقاو ندورو الدرب نريحو، نمشيو عاوتاني نتكاو مورا العصر عاوتاني تنمشيو عاوتاني للسوق فيها بياسات. هادي بنادم يحاول يقلب على راسو ميبقاش مريح، بقى الراحة راه والو على المشاكل، عمر وقته لا حاول عم يعمر وقته يعمر وقته بأي حاجة، واخا نقولوا ما عندوش لقانا الخدمه ولا يعني المسؤوليه اللي كتخليك تخرج الدمير دي على راسك، كيفاش تخرج تقلب على الخبز والحلال كيفاش يعني بنادم كابر في حي شعبي عارف كيف كنقولوا مدرس، كابر وسط الناس اللي ولاد البلاد وناس كافحوا يعني الحرام على الحلال، يعني الا بغيتي هنا راه كاين هنا. زكي بطل حلقتنا اليوم، شاب شهم ومكافح. زكي بطل كيعتمد على نفسه كيشتغل وكيبحث على القوت اليومي ديالو. زكي شاب معروف في الحي ديالو وكيحظى باحترام وتقدير الجميع. كنخدم كنهبط المرزان تصق على الله، كنبيع حوايج، المهم كندبر على راسي، كنهبط المرزان نقلب على راسي، ناخذ السردين من هنا نجيبو للمدينه نبيعو، في العشيه نمشي نطلع للقريعه نجيب الحوايج، نعاود ننزلو لسوق الجيجيه واخا كنربح فيهم ديك 20 درهم 300 ريال، المهم كنجيب فلوس نهاري ما كنبقاش مريح. تنفرش شي وجنا غادي نتقداو من عند الناس تنعاود تنقلبو فيه حنايا للبيع. الفلوس اللي تنربحو من المرسى، الفلوس اللي تنربحو حنا من المرسى ربح ديالنا ابارس المال، ربح ديالنا تنطلعو تناخدو به بياسات في السوق تنفرشوهم فراشات نعاودو نقلبو فيهم البيع عاوتاني. كنشري بتي شورطات، كنشري شورطات كاسكيطات، يعني مع داك السي اللي خارج مع الدراري، السي اللي كيخرجو جديد تاخدو نتايا كتقلب فيه البيع، واخا تربحها في بياسة كيف قلت لك 20 درهم 30 درهم تطلق بياسة، واخا نتا كتاخدها بديك 80 درهم 90 درهم، المهم تتبيعها بديك 120 درهم 100 درهم حلال وطيب، تدبر على راسك. زكي وصاحبو كانوا دايرين فراشة كيبيعوا فيها الحوايج في سوق الديجيه في مراكش في الدار البيضاء. كانت التجارة مولد من مواليد الدخل المؤقت ديالو. السوق بيعو صراحة حلوة زكي، تبيع انا وياه ونشريو داكشي كلشي تيبغينا، الدراري ديال هادي الدراري ديال السوق كلشي تيبغينا، تشوفينا دراري صغار وهادي تندبر على راسنا، باغي ندبر على راسنا تنبيعو شغير ومع شغير وهادي الدراري كاملين تيبغيونا، الناس ديال الدار وهادي كاملين تا هما تيبغيو زكي. تنجي تاني بحالي بحال الدراري تنفرش انا القلع ديالي وتنفرش الحوايج ديالي،
تنوقف حدا الدبابي وتنطزق على الله بحالي بحال الناس كل نهار ونهار نهار كاين اللي ما تتصور والو كاين اللي بعد الخطرات راس المال باش كتبيع حوايج رزق الله يعني على حساب الكليه صافي ومن تما كاين كان بالليل عاوتاني كنعس بكري باش كنفيق الصباح المرصا نمشي نطزق على الله تنعاون بنيتي مجوج عندي بنيه اللهم لك الحمد بحالي بحال اي واحد زكي كان كيبيع ويشري مع الكليان مزيان والتعامل ديالو المزيان هو راس ماله أو بعض المرات يهبط لسوق الجيجيه يتلصق على الله يشد بياسات هادي ياخدها ب40 درهم الدفاع الفرنك هادي 60 درهم وغادي هو انسان متواضع على قد الحال مقاتل مع البنيه ديالو المدام ديالو وكل شيء تيحبو انسان محبوب الناس كاملين شي يبغيو زكي كل شيء تيحبو منو انا يانيش عزيز عليا انا خويا هذاك الشاب عشيري بزاف وعلاقتي الحمد لله بخير اي واحد تمشي تقول لي زكي يقول لك هذاك السيد الله يعمر هذا راجل بحالك يقول لك راجل يعني بنادم تيشوفك كتخرج ديميردي على راسك ما كتبقاش يعني السلام قليل تتوقف واحد نص ساعه ساعه في الدرب مع ذوك الدراري الزوانين نقيين صافي ما تبقى لك كتبقى تتبان لك مرتك وبنتك انا داك الوقت اللي غنريح في الزنقه ولا نشرب قهوه في داري نريح حتى انا ونضحك مع بنتي ونشط مع بنتي زكي كان شاب متزوج وعنده بنيه كانت الاسره الصغيره ديالو حافز باش يبدل حياته ويولي شخص مسؤول مرة نفيق الصباح نشتلا في يديها نتوما غادا بحال هكا نتوما غادي بها نشتلا من يديها بجوج نتوما غادي بها شويه نخليها بوحدها تمشي على الحيوط غادا تتمشى ان شاء الله وتولي تهضر ان شاء الله هادشي اللي بغينا نتمناهم الله يحفظها لينا بزاف بنتي بحال سبحان الله العظيم من الدروش تحس بيا بانني راه داخل تلقى حدا الباب تلقى بنتي واقفه شاده ماما بحال هكا وتتسنى فيها غندخل طلع عليا صافي ما تبقاش باغا ماما شاد بنتو عزيزة عليه عزيزة عليه بنتو شاد تيموت عليها تيخرج معاها تنخرج انا وياه تنكون انا وياه بزاف ديال التصاور عندي انا وياه هو وبنتو ضروري ملي كنكون خدام راه ضروري بنتك يعني في دماغك وفي عينيك بحالها فحال امك يعني راه كيف امك هنايا كيف بنتك كومي من بعدا كتقاتل كتبش خصك تعيش توقفها على رجلها داكشي اللي بغات كيف انت والدينا حتى حنايا داكشي اللي تمنينا حطروا لينا بحال هكاك انا بنتي مكافحه على هي اللي عندي كان مغلف بنته كيخرج معاها ديما كانت هي عينيه كل شيء في حياته مع بنتي بحالي بحال اي واحد تنجيت انا بنتي نعنقها نخرجها معايا نشري ليها انا داكشي اللي خاصه لعب معاها في الدار مره نهار السبت ولا الحد تنخرجها نديها للبارك هادي ماكدو نمشيو بحالي بحال اي واحد حياه طبيعيه ما كاينش شي اشكال المهم اللي عندي انايا هو تندخل على بنتي الحلال محبوب الجماعه يعني ماشي حتى في الدرب عند الناس كاملين هو مقبول بزاف نشوف بنتي ما اي واحد ما كراش يشوف ولادو يمشيو بعيد احسن منه بزاف انا بعدا خصوصا بنتي نشوفها بليفو عطاها الحياه ديالي نعطاها لها
ما حتى شنو خصنا نعطيها لها. المهم ما نخلاش بلاش، ولا تمشي تسعى، ولا تمشي عند شي واحد، ولا تمشي شي واحد يستغلها العقل ديالها، ولا تكبر يبغي بحال هكا يضحك عليها، والو جامي. كانت كتربطو علاقة حميمية بالأسرة ديالو، وطبعا بنته مقطرة ليه من عينيه. الحمد لله، اللهم لك الحمد، داكشي كامل من فضل الله. يعني انسان اللي زوين راه تيبقى ديما زوين، ما عمر شي حاجه كتخيب. وتيقول لك المثال كلشي من الوالدين، يعني على حساب والديك. شفتك كي تربيتي، كيفاش تخلقتي، كيفاش بزاف تحويش، كيفاش كبرتي، مع من عشتي، يعني الدراري اللي كان لا جونيس ديالنا كيف كنقول لك. اما الجيران راه كبرتي قدامهم، ما يمكنش تهز راسك شي واحد اللي هو هزك وانت باقي صغير، لا يمكن. انا بالنسبه لي انا زاكي، انا كل شيء فيه زوين. انا بالنسبه لي انا من جيت زاكي هنا اي حاجه فيه زوين، اي حاجه ما نقدرش نقول لك. يعني شي غير هذاك خويا شي نعاود ليه، شي عاود ليا انا ويا بخير، عارف عليا كل شيء، عارف عليا حتى انايا. يومين يعني يومين تنفيق، تنفيق كنمشي الصباح بكري، يعني كنمشي نفيق نلبس حوايجي، كنمشي تنهبط تلقى الدراري يعني خدامين، بنادم خدام ماشي. انا تندير خدمتي. البطل كان ديما خدام، وفي الوقت اللي ما كيكونش في السوق الحوايج كيمشي للمرسى كيدبر على راسو. المهم يصور طرف ديال الخبز، والخدمه ماشي عيب. لكن في الوقت اللي كان البطل ديالنا غادي للمرسى واحد النهار، كانوا ثلاثه ديال المجرمين كيتناولوا المخدرات وكيستعدوا لاعتراض سبيل المارة. فاطمة الزهرة، الفتاة الضحية، كانت غريبة للحي، واللي كتجي تزور العائلة بين الفينة والأخرى. خرجت داك الصباح بكري، هذاك النهار كان عيط لي الصديق ديالي اللي هو هشام، عيط لي في التليفون. فقط لبست حوايجي نزلت كيف العادة غادي، هزيت عينيا بحال هكا تيبانوا لي ثلاثه الاشخاص هزين السيوفه واقفين على واحد بنت اللي هي بنت طارم، غدا غير الخدمه اللي هي بنت انا شفتها من بعيد. يعني بنت طارم لابسه لبس محترم وزوينه تبارك الله، يعني داكشي ديال الله. المهم واحد النهار كنت غادا عند جدة نشوفها، مع جدة مريضه شويه، مشيت نشوفها بعد شفتها مزاد على الحال، قلت نبات عندها. كي بت مع انا كنخدم في حي صناعي، قلت نبقى نوض بكري مع ديك الساعه الصباح ولا السبعه، فايقه نوض بكري غدا الخدمه، نايضه بكري خارجه من المدينه مع جدة كتسكن في الجامع ديال الولد الحمراء. غدا والطريق خاويه، والصباح عارفين ان القيصه ما كيكون حتى شي حد، وما يتلقاو ليا واحد ثلاثه شبان بانوا لي في شكلهم كيتقربوا لي ومخدرين مخدرين. تلقاو لي واحد دار لي تليفون، الاخر دار لي سلسله، الاخر قال لهم عجبتني غنديوها معانا. كيسا هو في الاول وميم طو بغاو يتكرفصوا عليها، بغاو يديوها معاهم كيف كنقولوا حنا، يديوها للبرتوش يغتصبوها. انا مي شفت هذيك الحاله ما نكذبش عليك، واخا نموت مهم بيني وبين الله راني درت واحد المجهود. بنادم اعتبرها في ديك اللحظة اختو بنتربهم، يعني بنت جيرانهم. المهم كتبقى وليا، خصك دير شي حاجة. كانت فاطمة الزهرة خارجة عادي للعمل ديالها داك النهار بكري،
لما خرجوا لها ثلاثة ديال المنحرفين اللي تربسوا لها واعترضوا طريقة من أجل السرقة والاغتصاب. على برا هذا شي فلوس تماك، ما عندك لا فلوس لا والو. ها راه داك تشلاو دابا تشوف تديتي التليفون تديتي السلسلات هما مريكلين نتوما. ها شنو غدير؟ انا غنديها هي، انا نديها هي غنتخلص منها باش ما تبيضقش انا. يلا معايا، يلا معايا، ما تخافي ما والو. يلا اوكي. من بعد هو يتم يجي واحد الشاب اللي حاليا باقا كنعرفو كنشوفو سميتو زكي، البطل ديالنا، كنشكرو بزاف، كنتمنى كاع شبان يكونوا بحال. مهم جاي مسكين كيجرب بجوج حجرات، ضرب واحد لظهرو ومعهما هزين جناوة، واحد ضربو لظهرو وهربو. مهم هو مداوش ليا التليفون، مداوش ليا سلسلة، ولكن هو مسكين تجرح جرحة خايبة. قلت لي لا غادي نبقى معاك باش نديك السبيطار، قال لي لا غير سير اختي خدمتك، انا راه غادي نمشي راسي. تبارك الله معه هو صحيح استحمل هذيك الدقه. كان جاي هذه كيفاش بس كان واحد شاده من اللي يديه وواحد شاده من اللي يديها، تقول لها زيدي، واحد شاد تليفون واحد شاد السنسله، وهذه هو واحد شاده باغي يديها معاه. يبا جا وقف هو الزوج حزرات، ضرب واحد ضرب الثاني، جا شد واحد جا ضرب واحد بجنويه في ظهره. انا زيد جوج حجرات، شيفت على الاولاني جات لي حجره هنايا في رجليه، شيفت على الثاني هرب خوالها، جيت شديت هذاك اللي ضربته بحجره شنقت عليه، جا الاخر ضربني بالموس من اللور، طل واحد السيد بدا تيغوت تيشير حتى هو، تم جاي الكارديان تيجري علقوا، خلاونا انا والبنت مسكينه. البنت شداتني قالت لي خويا الله نديك السبيطار، قلت لها لا اختي صافا سيري خدمتك. نط واخا هكاك هو داك الجد عطاه لي الله سبحانه وتعالى. وصلت البنت الطاكسي مشيت صيفطتها لخدمتها، وبقيت انايا عيط للصديق ديالي هشام حس بشي حاجه، تمشيت للسبيطار وداويت راسي. حاولوا يزعوها بحال شي غنيمه وهي فتاه لا حول ولا قوه لها، لكن فجأة ظهر البطل زكي اللي تدخل وعرض حياته للخطر من اجل انقاذها، واخا ما كانش كيعرفها. فاطمة زهراء كل قتل الحماية، كل قتل الأمن، كل قتل الفضاء تيساعد وتيحميها، أكيد أنا ما غتعرضش ما تعرضت ليه، لأن باش تولي معرضة للعنف ومعرضة يمكن كانت غتعرض للاغتصاب لولا أن لقات واحد اللي يقدر ينقذها، ولكن هذا اللي تنقذ ماشي دائما تلقاوه قدامنا، لأن تلقاوه في الشارع تنتمارس علينا العنف، يمكن تيشد يجبد علينا موس، يمكن باغي يتعدى علينا جسديا، ولكن تلقاو الاخر انه تيخاف، انه تيبرر العنف اللي تيتمارس علينا في الشارع بحكم انه تيقول يا اما انه راجلي، يا اما انه صديق ديالي، يا اما انه تيجيني من العائله، وهنا تيبرر العنف الممارس على النساء في الفضاء العام من طرف الرجل. لان فاطمة الزهراء اكيد انها كل ما كانش هذا عنده واحد نخوه كما تنقولوا، وانه تيرفض العنف اللي تيتمارس على النساء، ما كانش غيتعرض لهذاك العنف اللي تمارس عليه هو تنقد فاطمة الزهراء.
الاسباب عاوتاني كاينين اسباب بزاف، منها اللبس، منها يعني تتشوف دابيا شاريه تليفون قد دوكا واحد اللي هو اللي راجل تيقول انا ما عنديش هذاك، فحسد فحقد فبزاف بزاف تحويش فيها. تقدر توقع اي حاجه، تكون غاده دابيا لابسه مزيان وخا محترمه راسها، ولكن حنا ما كنحكموش على الفيزاج، الفيزاج ديال الانسان ما كنحكموش، تنشوفوا غير المظهر هي شنو لابسه. انا يعني بزاف من واحد غتبان ليه هكاك وديك الوقيته ما مقلقاب ما عنده لا ريال لا جوج خارج، خصو يدبر على فلوس مصروف الله، مولف هو ديما تيريح في قهوات السهر، ما عندوش منين يجيب فلوس. في الاول طلبوا مني انهم يصفروا لي التليفون، اداو لي التليفون، عطيتو ليهم مع ثلاثه وهذه المسره غتعطيهم اي حاجه عندك، والاخر نتا ليا سلسله من عنقي، والاخر ما لقى ميدي قال نتا هي عجبته، حيت انا ما كنتش لابسه صراحه، ما كنتش لابسه شي لبس لي انا خلاه يطمع فيا. اللباس ما عنده علاقه بالعنف، اللباس هو شي حاجه اللي خاصه عند الانسان، لان اللي كان ممكن تلبس جلابه، كان ممكن تكون لابسه الخمار، كان ممكن كلها تكون مضرقه ويتمارس على نفس الممارسات، لان هذا اللي تيغتصب ولا هذا اللي تيمارس العنف تيبان ليه المراه كجسد عار بغض النظر ان تكون لابسه ولا ماشي لابسه الى اخره، في المخيله ديالو في دماغه تتبان ليه مراه عريانه، دونك ماشي فقط انها لابسه ولا ما لابساش. حنا تنكون تتلقى امي لابسه جلابه ويمكن دايره للتام الى اخره، تيتمارس عليها العنف من طرف خضار ولا ملحم ولا الجزار الى اخره، تلقى راسنا مراه حامله قدام انها على وشك الولاده تيتمارس عليها التحرش، يمارس عليها العنف اللفظي. اذا الاحترام ديال المراه داخل الفضاء العام ما كاينش نهائيا، لان تعتبر دائما واحد المراه اللي هي خاص الاخر يتلذذ بالجسد ديالها دائما، ماشي بغض النظر على اللباس ديالها. فاطمه الزهراء تتلوم راسها لانها ما لقاش الحمايه فقط، لان حست بالالم، حست بالمعاناه، حست بالحقره، وفي الوقت اللي تنحسوا بالحقره تنبداو نلوموا راسنا، تنقول علاش كان خصنا، يمكن كان خصني نضرق، يمكن ما كانش خصني نلبس ندير الماكياج، يمكن ما كانش خصني نلبس كسوه الى اخره. وزعوها بيناتهم وجردوها من الادميه ديالها، واحد كان باغي السلسله الذهبيه ديالها والاخر البورطابل، والثالث باغي يتلذذ بها ويغتصبها. واحد فسفر لي التليفون والاخر دار لي السلسله، الاخر جرني غادي جارني، قال لهم غنديوها معايا، يعني بغاو يتعداو عليا. وكل ما البطل ديالنا زكي الكوراني علم الله راني مشى لي الشرف ديالي ومشت لي الحياه ديالي، ونبقى مريضه غنحاول كاع ننتحر ولا شي حاجه. هذه تقسيم الغنيمه، لانها ثلاثه كل واحد اش باغي، واحد باغي يتلذذ بالجسد ديالها، واحد باغي الممتلكات ديالها، واحد باغي يترفه يمكن بداك لو بورطابل. دونك الرغبه ديال هاد الرجاله ثلاثه رغبه اللي خاصها ترفض، وخاص تكون الحمايه ديال النساء فيها، لان لحسن الحظ ان هاد فاطمه الزهراء ما تعرضاش للاغتصاب، لحسن الحظ ان هاد فاطمه الزهراء ما تعرضاتش لابشع اشكال العنف، بالرغم ان هذه حتى هي شكل من اشكال العنف، ولكن راه البشاعه هو الاغتصاب، البشاعه هو ان هذاك المغتصب انه غيتلذذ بجسدها، وانه غادي ماشي فقط غيتلذذ به، بل انه غادي يمارس عليه كل الممارسات الشاده على واحد الجسد اللي هو رافض هذوك الممارسات. اذا اي مقاربه امنيه اللي ممكن نعطيوها لهاد النساء في الفضاء العام؟ ضحى براسو وهز الضربه، ضربوه في ظهرو وتقاتل ووقفوا مع الناس الحمد لله، وديك الدريه ما تاداش ما والو، كانت غتتعرض لشي حاجه خايبه. المهم تتبيع بديك 120 درهم 100 درهم حلال وطيب، تدبر على راسك. كتفرشها ولا كتهز في يديك؟ لا كندير الفراشه ديالي. تهضر لينا على الجيجيه والفراشه والدراري؟ تنجي تاني بحال الدراري، تنفرش انا القلع ديالي وتنفرش الحوايج ديالي، تنوقف حدا الدراري وتنطزق على الله بحالي بحال الناس، كل نهار ونهار. نهار كاين اللي ما تتصور والو، كاين اللي بعد الخطرات راس المال باش كتبيع حوايج، رزق الله يعني على حساب الكليه. صافي ومن تما كاينه بالليل عاوتاني كنعس بكري باش كنفيق الصباح المرصه، باش نترزق على الله،
تنعاون بنيتي مجوج عندي بنية اللهم لك الحمد بحالي بحال أي واحد. بنتي صغيرة. صباح سيدي خير. مزيان عقلتي عليا؟ الحمد لله. الله ودي شكون اللي ما يعقل عليك؟ الحمد لله. الحمد لله صافا شويه شويه. الله يبارك الحمد لله. الحمد لله خويا. شحال وانا كنقلب عليك بغيت نشكرك والله الا عرفتي شحال بقيت كنقلب. هذيك الساعه من انا شفت هذاك اللحظه يعني نقدر نقول لك تخيلت اختي، يعني نقدر نقول لك راه عندي بنيه، والبنيه اللي كان يحفظها لي الله، حيت انا تنشوف المنكر كيتسمى المنكر هذا اقتلوا ما لا غير سلا. ما كذبش عليك، تتشوف دريه ثلاثه ما هو واحد ما هما جوج وهزين السلاح، يعني اشنو غدير؟ اذا ديك الساعه ما نكذبش عليك انا قلتها لك نغامر بحياتي واخا ما تنعرفهاش. وبالنسبه لي انا بقيت كنت خايل هذيك النهار حيت بقيت متاثره، ما بغاش حيد، وليت كنفكر كون اغتصبوني اولا تعدوا عليا اولا راني مذبوحه اولا مقطعه. هادشي اللي كنصح بيه البنيات ما يخرجوش بوحدهم. بطبيعه الحال هي ما غتخرجش منه بسهوله، غتبقى تعاني نفسيا، ولكن هنا خاص كذلك تقوم بالدعم النفسي لهاد النساء المعرضات لهذا العنف، لان العنف يتمارس عليها مسها في الصميم سورتو في الوقت اللي بغى يشدها ويغتصبها. دونك هذه اكثر من انه يسرق ليها بورطابل، اكثر من انه يدير لها سلسله ذهبيه، ولكن باش غيغتصبها. دونك بدات لي سيناريو بزاف تيدوروا لها في دماغها ابخي. اذا هنا خاص لو سوتيان سيكولوجيك، وهنا الدوله خاصها تخلق لنا مصحات نفسيه مجانيه، لان هذا الدعم النفسي ديال هاد النساء خاصو يكون فيه المواكبه، ما فيهش دو سيونس ولا ثلاثه لي سيونس ولا اربعه، فيه مواكبه مستمره تتخرج من هاد الازمه. بعد ما عشنا مع قصة فاطمة الزهراء وزاكي وشفنا كيفاش طلع زاكي شهم وشجاع وتدخل بكل بطولة وإقدام لإنقاذ فاطمة الزهراء من مخالب وحوش سرقوها وحاولوا يستابحوا الجسد ديالها، غادي نعيشوا قصة بطعم آخر. قصة البطل فيها بصيغة مؤنث، حنان، البطل اللي عرضت حياتها للخطر وسط النيران لإنقاذ الصديقة ديالها رحيمة. أنا اسمي حنان، كنت من مدينة قديمة، مجوجة، عند ثلاث وليدات، خدامة عليهم، تنخدمت أي حاجة حقاش ما تحالناش، نصبر عليهم في الديور، خدمت بعت عليهم الخضرة، خدمت عليهم تكبرتهم في الآخر. دابا في الأخر وليت تنبيع المسمن، كريت واحد الحوينيت درت فيه المسمن وليت تنبيعو باش نعيش وليداتي باش نخلص الكرا ونخلص الضو. هي حنان اكثر من الراجل كتخدم على ولادها، وفاش ما حطيتيها كتلقاها، فاش ما حطيتيها يعني ماشي شي وحده كتخاف ولا شجاعه بزاف، ديما هي الاولى. فيها المراه فيها الراجل، ولو عند راجلها هي ضربه تمر اكثر. عندها ثلاثه ديال الوليدات تقريبا، راه في الطول ديالها في قراب ليها في السن، كتعامل معاهم مزيان بحال خوتها، حتى هما كيحترموها وكيسمعوا منها. المهم ما مخليهم ناقصهم حتى شي حاجه، يعني اللي بغاوها كتحاول تحيدها منها وكتجيبها لهم. البطله حنان كانت مراه عاديه كتعيش حياه عاديه متواضعه في اسره كتكون من الزوج وجوج ديال الابناء، كانت مراه مكافحه وخدامة على عائلتها ومعاونة رجلها على الزمان. حنان كنشوفها راجل بمعنى الكلمة، رغم أنها هي مرأة فشي حاجة الشجاعة اللي كتلقاها غير في الراجل ما كتلقاهاش حتى في حنا العيالات. حنان
مرأة مكافحة بطالة كتعاون أي واحد سوى صغير سوى كبير، تقدر تنسى داك الشيء اللي عندها هي وكتعاون داك السيد ولا ديك السيدة حتى كتوصل ديك البلاصة اللي بغات هي. كنعرف على أن السيدة مكافحة على وليداتها، مرة الله يعمرها دار ما عمرنا شنا منها شي حاجة العيب، وفي محتاجينها في شي حاجة تلقاوها. خدامة على وليداتها في واحد المحل ديال المسمن، وتم اللي كتكون سالات الخدمة ديالها كيعيط على شي حد باش تعاونو وكتمشي. تيجي عندي كليان نبيع مسمن، حرشة، ندير بطبوط صغير بطبوط الكبير، نصيب للناس الطوموند يجيو لعندي، تنصيب لهم في الدار نعطي لهم في رمضان كذلك، تنخدم بحال هكاك. الناس كلهم عزيزة عليهم، حقاش نتعامل معهم كلشي مزيان. البطلة كانت كتمتهن بيع المسمن والحرشة في محل قرب مقر السكنة ديالها، كانت هذه الحرفة هي مصدر الدخل الرئيسي ديالها لإعالة الأسرة. في المحل ديالها عندها كليان بزاف بسبب الطيبوبة ديالها، علاش الناس تيجيو حتى هي فاش كيجيو عند الناس كتعامل مزيان وديما بالابتسامة وديما يعني، وحتى لا ما عندكش ديك الساعات كتقدر صافي تقول لها مثلا انت نرجع ماشي مشكل. كليان تيجيو عندي الدراري ديال الخدمة، نعمر لهم اتاي، كاين اللي بغي حرشة في الفرماج، كاين اللي بغي فيها الشوكولات المسمن، تيجي ويتقدوا من عندي، عس عليهم بقى نضحك معاهم، يفطروا. لا جاو في العشيه كان شي واحد ما خدامش العشيه كذلك يجي عندي، كان شي واحد هو وعائلته يقول لهم يلا نوريكم واحد السيده عندها وليدات وخدامه، نمشيو لعندها، تيجيو لعندي تنتعامل معاهم مزيان. حنان كانت معروفه في الحي، والكبير والصغير كيجي يفطر ويتقدى عندها. كانت المعاملة الطيبة ديالها مع الكليان كتخلي الكل كيحب يجي لعندها. تعجبهم السمان، تعجبهم الحرشة، تعجبهم حتى المعاملة اللي تنتعامل معاهم وكل شيء. تيقدرك بنادم، حيت كاين شي انسان اللي تيقدرك ملي تجي كتكافحي على وليدك تيقدرك، تيقدر هو يعاونك، تيقول انا نعاونها، واخا يجي مره ولا جوج يقول لها نبقى نمشي عند ديك السيده حقاش خدامه ونجيب معايا ناس اخرين باش يجيو لعندها، حقاش الانسان اللي تعاملتي معاه مزيان وبرك عندك وارتاح تيبقى يجي عندك ديما بزاف. حنان لا وقفتي وقابلتيها من بعيد كيحسب لك شي مساعده شي معيه شي مصلحه شي، وهي انسانه عاديه، هي عندها وليدات ولكن كتنصح وليدات الناس اكثر من ولادها، حيت عارفه ولادها اشنو كاين، ولكن ملي كيجي عاودها شي واحد شي مشكل عنده كتلقاها هي الاولى واقفه معاه قبل ما يوقفوا معاه دارهم. سيرتو الرجال بزاف، الرجال تنتعامل معاهم بزاف حقاش عزين عليا، تيقدروك كيتعاملوا معاك، تيقدروك تيجي بحال هكا شي دريتي عاودي شي مشكل شي حاجه تنقول لي لا راه المشكل ما خصكش ديرو، راه انا عندي ولدي قدك
راه ما خصكش تغلط اولا كان عنده شي مشكل بسيط تنقول ليه يعني تقدر تحلو غير انت راسك بلا ما تكبر المشكل يعني تقدر انت تمشي عند داك الانسان وتحل انت وياه تحطو امام الواقع وتقول ليه شنو كاين كانت شي مره بحالكم خاص مع راجلها ولا شي حاجه تنقولها غير بنادم خصو يصبر خاصك تكافحي على ولادك صبري راه كلشي الانسان صابر راه ماشي غير تجي وتعيشي في هاد الدنيا السلام عليكم كيف دايره لاباس بخير بخير الله يسلمك كيف بقيتي شويه لاباس الحمد لله الله يسلمك كريمه بسم الله الرحمن الرحيم ايه مرحبا كريمه بسم الله الرحمن الرحيم كيف دايره مع روحك الحمد لله الله يسلمك انا بسم الله مشيتي الصحه كول كول بعدا ما تبقاش وليتي ضعيف تهلا في راسك لا اله الا الله راسك تخرجوا على راسكم بيديك الله يلعن حنا كانت القلب الكبير ومصدر النصيحة كانت كتنصح الكل وكتبغي الخير للجميع مرافقة السوء غتبقى تصح مع هذوك اللي ما عندهم اغراض اللي ما مسالي اللي ما عندهم موالي ما عندهم تالي مال قبال قبال شوية والله دابا تبدا تعاود ترجع صحيحتك غير شوية شوية ونقص بحال دابا انسان اللي تيكمي تنقول ليه ما خصكش تكمي حقاش يكون باقي دري صغير باقي يلا طالع في الجاد يعني هو ملي تيكمي تيهد داك الجاد ديالو ما تيبقاش طالع فيه تنقول لا انا راه عندي ولدي قدك راه انا ما تنبغيش ليه المضره اولا كان مع شي بنت الناس مخاصمه على شي حاجه نقول شوفي الا لقيت ليك ولا شي حاجه يعني تصالح معها وسترات انت راه عندك خواتاتك الا ما كانش عندك خواتاتك عندك امك مرا يعني تنحطو بحالو بحال ولدي البنت كذلك اللي جات عاودت لي على شي صديق ديالها تنقول لها لا خصك تصبري معاه خصك تشوفي واش ولد الناس واش خدام يعني واخا ما يكونش لاباس عليه المهم تشوفي انت كيفاش غتعيشي الا كنتي تبغيه راه غتقدري تعيشي معاه يكون هويا يخلص لك الكرا ويقد على المصروف ديالك والمعيشه ديالك راه يعني غتعيشي في سعاده باش ما تخلقش المشكل وما تضيعش راسك تنقول لها ما تضيعيش راسك وتخلي والديك في واحد مشكل بزاف اللي عنده شي مشكل كيجي عاود كيدخل عند المحل هو كيتقدى داكشي اللي غادي يدير به كسكروط ولا اللي غتفطر به وميم طو كتعاود ليها واحد المشكل واقع لها مي حدا ملي كيخرجوا من عندها كينساو داك المشكل حيت كتضحك معاهم داك المشكل كيرجعوا ضحك كتصنط ليهم وكتتلفها بالضحك كتبقى تلاها هي وياها كتنسى المشكل السيده يعني دابا بعد مرات حنان ماشي غير الا لقات غير مراه جالسه سخفانه ولا هذه كتهزها تقدر توصلها حتى لدارها تطلع معاها الا لقات شي مراه كبيره كتدخل تجمع ليها يعني كلشي كيحترمها وكلشي كيقدرها بزاف حيت حنان كبرات بوحدها بلا ام بلا اب كلشي كتعامل معاه بحال كتقلب على الحنان كتبغي تجمعه كتبغي كلشي تتعامل معاه بهذيك الطيبه ديالها وكلشي كيرد لها بنفس الطريق حنان رغم كل الحرمان اللي عاشته كانت منبع حنان الاسره ديالها وخاصه ولدها الكبير اللي كانت ديرها بحال الصديق ديالها وقتلتيني يا وليدي قتلتيني هذا لا وصافي ولادي تيحترموني تيقدروني عزيزه عليهم يعني واخا نقول لهم اي حاجه تيصبروا معايا تيكافحوا معايا ماشي زعما عندهم شي مبالغه اللي ما يبغيونيش ما عمرهم شافوا عليا شي حاجه خايبه لا والو ديما تيشوفوني تنكافح عليهم وعزيزة عليهم بزاف وعندي واحد العلاقه مع اولادي بحال خوتي كبر انا وولدي وبنتي بحال خوتي ما كبرت معهم صغار يعني تنحسبهم هما خوتي هما والديا هما كلشي سيرتو ولدي تنحسب فيه با وخويا تنحسب فيه كلشي نقدر نضحكوا انا وياه نتعافروا ونخرجوا ندورو بنتي كذلك تنحسبها هي بحال اختي مع جايه ليا تنحسبها بحال اختي تلعب معها تنقول راه انت هي امي اللي ما عنديش تنقول عادي انت هو با اللي ما عنديش اللي ما عشتش معاهم الطفوله اللي ما بزارش الحوايج راه نتوما هما اللي عندي هي من الاول ديالها شجاعه حيت
تحملت المسؤوليه ديال نفسها من الاول ديالها. كبرات بلا والدين، ما عندهاش، ما كاينش الاب والام اللي غادي يحضنوا عليها يعني شي حاجه، هي اللي كديرها راسها من الصغر ديالها. كبرات مع الجيران ديال مالين الدر ديالهم، تدخل عند هذا تخرج عند هذوك، تبات هنا ماشي مشكل، يعني بحال العائله. العلاقه ديالي مع الناس ديال الدرب ومع المدينه ومع خارج المدينه كلها مزيانه، حقاش كلهم الناس تيعرفوني من الصغر، تيعرفوني تنخدم على ولادي، عارفيني فاش كنت في السوق، عارفيني فاش كنت نخدم عندهم في الديور، عارفيني فاش كنت، حقاش انا اصلا عشت بوحدي، انا اللي كونت نفسي لنفسي، عشت بلا والدين، يعني ما عندي لا اب لا ام، عشت بلا بيهم. ربتني واحد السيده ومن ماتت عشت انايا، كبرت راسي راسي، خديت راجلي عندي شي 14 عام ونص، ولدت ولدي ومن تمايا وانا خدامه على ولادي حتى كبروا. يلا كولا ولي اش كتخدم ماما؟ كتخدم ماما عارفه اني ما عندكش عليا الصلاه، خليها لي زيله تجي وكولي انت ضروري تجي حنان كانت كتكتاري غرفة مع الجيران فين كانت تعيش مع ولياتها والزوج ديالها. كانت معيلة الأسرة الرئيسية نظرا للدخل الهزيل ديال الزوج. في الغرفة المقابلة لحنان كانت كتعيش رحيمة مع ولدها والزوج ديالها. كانت رحمة أيضا مرأة كتناضل وكتخدم على ولادها. كانت الأمور غدا بشكل عادي حتى لواحد النهار اللي غادي تقلب فيه الأمور رأسا على عقب. اتاي معنا كلمه ديال شربت منه غادي يدير اشهار. عندي واحد المره كطيب واحد اتاي ما كاينش بحالو كاع في العالم. هادشي اللي عطى الله دابا ما كاش بغيت تقول. بغيت نقول والو هاكا حنان جارتي. احنا في الاول كنت انا شاده ديما تيقاري وهي حتى هي، ولكن نهار وقع الحريق ولات اكثر من اختي، حيت عتقاتني وعتقات ولدي وبقات عزيزه عليا ديما. رحيمه كانت جارتي ساكنه حدايا، ما عندناش شي علاقه، هي شاده تيقاري وانا شاده تيقاري. واحد النهار انا طالعه باركه، هي تتبان ليا وراجلها باركين، انا هي باركه في البيت عندي، تبانت لي البوطه شعلت عندها، بانت لي البوطه شعلت عندها، حقاش هنايا عندنا ديور بيت بيت ماشي بارتما، بيت بيت، يعني الانسان من تكون شاد تيقرا تيكون حاط البوطه حداه في بيته او في باب بيته او لا ما تيقدرش يبغي. المهم هي حاطه البوطه ديالها في البيت تطيب، شعلت لها العافيه، هي سادة الباب مع الدخان، رجلها خرج ما تيتحبوش مرتو راه كاينه. انا ما بنت لي العافيه، انا مولفه بالعافيه والسخونيه، بنت لي العافيه تنقول واش رجل شويه، ونقول لا راه رحيمه ما خرجاتش. هذاك النهار كنت كنطيب الغداء وانا اصلا ما عنديش الشرجم في البيت، منين بقيت كندير في الحوايج دغيا تغمق البيت دغيا ولا كحل بدك الدخان وصافي. حتى منين حسيت براسي لقيت حنان كتصوت عليا، و انا اصلا دابا وليت كنخاف من العافيه،
حيت اصلا شديت الضيقه وداك الشيء، اي حاجه فيها الدخان وداك الشيء كنخاف منها. شعلت النيران في الغرفه بسبب قنينه الغاز وحاصرت النيران رحمه ولدها. كتقول لي بان رحمه راه مازال لداخل، قلت لها يعني راه خاص شي حد اللي شي راجل ولا هذا اللي يقدر يطفي، يعني رجال اللي كتعيط عليه ما كيقدرش يدخل. وهي دخلات يعني دارت واحد المانطه فاسده وطفات البوطه وخرجت الوليد الصغير هو الاول، وعاد باش خرجت رحمه. حقاش هي اصلا بنت ليا ما خرجاتش، بنت ليا باقا في الدار لداخل. شديت انا مانطه فاسده وجد كمانطة على البوطة، خرجت البوطة طفيتها بلي الدخان بزاف، صافي بديت نشوي باش يخرج الدخان. يتبان لي رحيمة مغيبة دايرة داك الدخان مزيان ومخنوقة، صافي هزيتها وانا نخرجها لحدا الشرجم، بقيت نورك لها على صدرها باش تنفس، باش شوية تطلع لها النفس، وتنصوت عليها تمسدافني فنصوت فما باش غير تطلع لها شوية النفس. صافي بقيت نخوي لها الماء، تبانت لي شوية بدات تنوض. زعما توسط داك الدخان يعني اللي كيخنق من بعيد، انا ما استحملتش انني كاع نوصل حتى للباب ديال الدار ديالهم، ما قديتش. وهي دخلات يعني ما خماتش اشنو غيوقع ليها ولا شنو هذا، قالت لك المهم هو داك الوليد راه باقي لداخل والام ديالو خصني ضروري نخرجو. ولدي 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 ناري 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 ولدي 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 البطلة حنان دخلت بكل شهامة وشجاعة باش تنقذ جارتها رحمة والابن ديالها، تحدت الأخطار ودخلت وسط النيران بكل روح الإنسانية والبطولة. يعني انا هادشي شفته وبانت لي بان شجاع بزاف، يعني راجل ما قدرش انه يدخل يدير ديك الشجاعه ما قدرش، وهي دخلات. المهم قالت لك عندي هو نعتق رحمه ونعتق الولد ديالها، ولو هي علاقتها من قبل ما كانتش معاه يعني بحال دابا. فهذيك الساعه حتى راجل ما قدر يدخل، خافوا او تخلعوا من داك الدخان، ولكن حنان دخلات بكل شجاعة دخلات. كانوا بزاف ديال الرجال ديال الدرب والعيالات واقفين والدراري صغار وكلشي كيغوت من بعيد، اللي باغي عيط الرجال ما طافي، كلش كيهز التليفون اش كيقول. مي حنا ملي شافت داكشي كيكثر قالك ما فكرت لا في ولادها لا في راسها، فكرت غير في رحمه وفي ولدها اللي لداخل وداك العمل النبيل اللي بغات هي دير. شكرا اختي حنان، والله كما كنتيش انت كراني انا والوليد ميتين. والحمد لله كلشي ديال الله سبحانه وتعالى. انا رفيه واحد الطبع ضروري كنموت على الواحد، ما تكون عافيه راهي مضاربه قاتله، هادشي اللي عطاني الله خصني نفكو لاباس. هادشي المشاكل اللي عندي انا راسي الراجل هربو خلاني. هو الحمد لله انت باقا صغيره، صبري وصافي على وليدك، على وليدك صبري صبري. هاد الوليد هو اللي مخليني عايشه في هاد الدنيا. والحمد لله الله يخليه لك، الله يخليه لك، مازال تبارك الله، الله يفيه الله يفيه. ولكن حنان ديما كتقول لي كوني قويه، علمتني بزاف د الحوايج، علمتني خديت منها شويه الشجاعه، وليت كنتعامل مع الناس والحمد لله تعلمت منها نواجه، ما نكونش كنخاف بزاف بزاف. علاقتهم دابا ولات حسن، يعني ولاو بحال الخوت،
كتقدر يعني الا سمعت حنان الا سمعت غير ولد جارتها بانه مضارب في الزنقه اولا كيدير شي هكا تسمع غير الصوت ديالو كتهبط كتجري بلا ما بحال ولدها هو اللي واقع ليه المشكل كتهبط باش انها كتشوف ولينا صحابات كثار ونقدروا كاع ولادي ينعسوا تمايا ولادي ينعسوا ولا حنا نعسوا عندنا عادي ما كانش ماشي كي كنا النوب الاولى كل شرطي قار خاصك ديك الساعه ما تيبانش لك التفكير باش غتفكر في ولادك تفكر واحد الانسان غادي يموت قدام عينيك غادي يبقى فيك غادي تقدر تغامر ما تقول ماشي مشكل واخا نتحرق واخا يوقع لي اي حاجه المهم نعطيك واحد الانسان اللي وقف راجلي وخرج حنان غامرات براسها وبحياتها كنشكرها بعدا وكنشوفوا بطوله راه بطوله هذه بحد ذاتها راه بطوله مرا شجاعه بزاف كلشي تحديتو ودخلت عندها حقاش ما تقدرش تشوف واحد الانسان تيموت وما تقدرش تدخل يعني ديك الساعات تفقد الوعي تتفكر غير في هذاك الانسان اللي هذيك الساعه اللي عنده المشكل طاري ليه المشكل اللي شاري عنده العافيه هو اللي تتشوف هناك من الناس من يعتقد ان الفكر البطولي له جنس اي انه لا يقوم به الا الذكور طبعا هذا الان تجاوزه التاريخ يكفي فقط ان نعود الى المقاومه وكيف لعبت المراه دور البطوله بشكل رائع جدا بل لولا وجود المراه في الفكر في المقاومه المغربيه لما كان هناك اصلا مقاومه المسألة الأساسية والجوهرية أن الفكر البطولي هو قناعات هو مبادئ هو أخلاق هو مهارات تبرز في الإنسان إما عن طريق التربية أو يخلقها الحدث أو تخلقها الرسالة التي يؤمن بها وبالتالي الأمر ليس متعلق لا بالرجل ولا بالمرأة بل هو إنساني محض بل هو مواقف بل هو اعتقاد في الصميم بأنني رسالة يجب علي أن أؤديها وإن لم أؤديها سوف يؤدي ثمن غالي الآخر هذا الآخر هو من؟ هو أبناء وطني هم عائلتي هم أحبائي هم أقرب الناس إلي هم ذلك الشخص الذي لا أعرفه ولكن أنتمي إليه بالدم بالأرض بالتراب كل هذه العلاقات ليست بالأساس ولا بالضرورة أن تكون ذكورية بل أذهب أبعد من هذا أن في الشعر وفي الأدب يمثل للأرض بالأم ولا يمثل الأرض بالأب وبالتالي هذا التمثيل هو كناية على أنه دور الإنسان كيفما كان جنسه في الفكر البطولي هو دور إنساني قبل أن يكون دور جنسي